قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت المرأة إذا خرجت لحاجتها أن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار وعليهن مثل الغربال من الأكسية السوداء. وجاء في الصحيحين أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، على أنهن لا يعرفن. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم؟ قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعت النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وجاء عن أسماء رضي الله عنها كما في مسدرك الحاكم أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا عن الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.